السلام عليكم الناس اللي كيصوروا لي فلوغ، الناس اللي كيبغيو يصوروا خصوصا في الصيف مع العائله، كيبغيو يديروا التصاور، كيبغيو واحد الكاميرا اللي صغيره. الكاميرا اللي تبان لكم في الجاج ديال المحل هي جي 7 اكس مارك 2، راه كاميرا صغيره. راه حطيت واحد فيديو تقدروا تشوفوا في لي شورت كاين كيفاش دايره الكاميرا. بغيت نصوركم بهاد لا فيديو باش تشوفوا الكاليتي ديالها، وشوفوا كاميرا الفوكس ديالها كي داير، شوفوا الدقه ديال الالوان. كاميرا الصراحه واعره، ودابا ان شاء الله من حد عندي في المحل نبقى نصور بها فيديوهات تتباع ان شاء الله، حيت الكاميرا اللي كتعجبني انا شخصيا، كيعجبوني لي كاليتي ديال الكولور ديالها. بالنسبه للمواصفات ديال الكاميرا، في 20 ميجا بيكسل كتصور فيديو الفول اتش دي ب 80 ب 60 اطار، الفوكس ديالها زوين. شوفوا انا كنتحرك بها، كاميرا اللي ستابل بزاف، ستابيلزاسيون فيها واعره، صالحه الناس ديال لي فلوغ، الناس كيديروا السفاريات، الناس كيبغيو يديروا دي فوتو، كيبغيو شي كاميرا صغيره. راه هي كاميرا كومباكت، فيها لوفيرتير ديال هاد لوبجيكتيف، كتعاونك بانك تدخل الضو انويت، كتدخل لك الضو مزيان لوبجيكتيف ديالك، وكتعطي واحد الكاليتي في لي كولور زوينه. والاستعمال ديالها زوين، الثمن راه ندير لكم فيها ثمن مزيان 3700 درهم. اللي بغى يتوصل معنا يلا وصلتني دابا، بغيت ندير عليها فيديو حيت بزاف ديال الناس كانوا يسولوني عليها، مي ما كانتش في المحل. حاليا كاين بياسه وحده اللي مكتبه له، راه غديها من حد هي عندي ان شاء الله، راه باقا نصور بها حتى يداها شي مرضي الوالدين. مرحبا بكم. بالنسبه كاميرا زوينه، فيها الزوم ديالها راه تقريبا كتزومي 36 ملم، لوفيرتير ديالها راه امويل، واخا كتزومي راه كتلاحظ ان الستابيلزاسيون، واخا كتكون دابا مثلا كنتحرك كنلقاو ان الستابيلزاسيون ديال الكاميرا خدام معايا مزيان. انا خدام دابا بموت اوتوماتيك، وشوفوا الكاليتي في الكاليتي ديالها، كاليتي ديال الالوان، شوف الصوره كي دايره، ليماج الصراحه واعره، وكاميرا كتستاهل الثمن ديالها بزاف. و حتى الديزاين ديالها صغير، لوبجيكتيف ديالها راه في 1.8، كيقدر تهبط حتى 1.8 لك كتصور فشي بلاصه مظلمه. فوكس ديالها سريع بزاف، ستابيلزاسيون فيها واعره، وفيها بزاف د الحوايج اللي زوينين ما قدروش نتكلموا عليهم بزاف فهاد كامل فهاد لا فيديو، حيت فيها بزاف. وهادشي كان فهاد لا فيديو، اللي بغى يتواصل معنا السلام عليكم.